أيت باها، مدينة صغيرة وهادئة، جات في الطريق الجهوية رقم 105 اللي كتربط ما بين أكادير وتفراود. هذه هي الطريق ديالي باش نمشي لتنالت الأصل ديالي. وأنا كندور في أيت باها كنسمع واحد الموسيقى ديال أحواج ديال الأجماك، ما حسيت براسي حتى لقيت رجلي داوني ليها. السلام عليكم. باش ما كنقرب للدار الدقات ديال القلب ديالي كيزيدوا. هذه مدة ما شفت الوالد والوالدة، وعرف باللي حتى هما غيكونوا توحشوني كتر ما أنا توحشتهم. الله يسمح لنا من الوالدين. السوق الأسبوعي اللي كيعمر كل أربعاء لدرجة أن المنطقة تسمات به أربعاء تنالت. كل سيمانة كيجيو الناس من كاع الدواور القراب باش يتقدوا فيه، بحال المحيل، إجكال، تلمست، أيت الحسن، ترغنتوشكا أو قنز إلى آخره. كانت هذه فرصة باش نزور وحدة عصر وتتمين الزيتون بإقليم شتوكا أيت باها. هذه الوحدة اللي كتتوفر على معدات عصرية اللي بها كيقدروا يزيدوا في الإنتاج ويحافظوا على الجودة. من بعد هذا النهار الطويل كان لابد نرتاح شوية، وأفضل بلاصة يمكن نمشي لها باش نبدل الجو ونرتاح هي أسيف نتاكوشت. هذا الموقع الطبيعي اللي كيتعتبر متنفس للناس ديال المنطقة. وكنت أتذكر فاش كنت صغير الصيف ما كتلقاش بلاصتك. ودابا وصلت اللحظة اللي كاينة المدرسة العتيقة تنالت، واللي كتعتبر من أهم المدارس العلمية بمنطقة سوس لتدريس أصول الحديث والفقه وعلوم القرآن.
دير اللي درتي عمرك تقدر ترد لهم الجميل. ودعتهم وانا ما ساخيش نمشي، ولكن خاصني نكمل الرحله ديالي. مازال في بلاده بزاف ما يتشاف، وفي كل مره سمحت الظروف غادي نرجع لتنالت نزورهم ونعاود لهم قصص ومغامرات أمل الليل.